هذا وقد قام معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين بتسليم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية على خريجي الدفعة 11 من مرشحي الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية. وقد أعرب معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين في ختام حفل تخريج دورتي مرشحي الضباط ومرشحي الضباط الجامعيين الدفعة 21 عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وذلك على اهتمام جلالته الكبير والدائم بأبنائه الخريجين وبكل منتسبي قوة دفاع البحرين، الأمر الذي مكن هذه القوة من تبوء الموقع المنشود منها كقوة وطنية شامخة وبجاهزية قتالية عالية المستوى على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية والزمانية لحفظ حمى الوطن وصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مثنيا معاليه على المتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكل ما من شأنه رفعة وتطوير قوة دفاع البحرين. كما قام سعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على خريجي الدفعة 21 من مرشحي الضباط الجامعيين في قاعة الملك حمد بمبنى كلية عيسى العسكرية الملكية. وأعرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية حفل تخريج دورتي مرشحي الضباط، وعلى الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي تحظى به قوة دفاع البحرين من لدن سموه ما كان له أكبر الأثر لتطوير قدراتها العسكرية والإدارية.